معاكم ماكي كالعادة في فيديو جديد. واليوم شنعملكم الفيديو ذا باش نقولكم اللي الكومبيتيشن رجعت. اي نعم الكومبيتيشن واحدة من اقوى الكومبيتيشنز في اليوتيوب التونسي، باش ما نقولوش اقوى واحدة على خاطرني مانيش حاسينو. بوم 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 عملت بوم زايدة، عملت بوم زايدة باش تنسي نحط كود. ايه anyway، المرة اللي فاتت الولاد حطينا بافلوات، حطينا كيتات في الحكاية. المرة هذية ليه؟ المرة هذية ماكي تلفت الرئيس قال لهم اسمعني الولاد راهم شنعوها، انا اخوك حرت باش نختار الرتبة الأولى الرتبة الثانية الرتبة الثالثة، علاش تعملوا فيا هكا؟ لذا الناس كلها باش تربح كيف كيف، ثلاثة سوريات وثلاثة كلافيات، الأول ياخذ كلافيا سوري، الثاني كلافيا سوري، الثالث كلافيا سوري، الرابع ما ياخذ حتى شيء، فهمتني ولا صاحبي؟ الكومبيتيشن سهلة على الآخر للناس اللي ما تعرفهاش، تعرف تعمل ميمز؟ أعمل ميم فيها أنا، تعرف تعمل فيديوهات؟ أعمل فيديو فيه أنا، شهر بعيد ما نحبش نحكي برشا على روحي، أما يلزم تكون الميم فيها الشين متاع مكي مش حتى أنا. نشكر حتى العم خليفة، حاجات كيما هكاك تكون حاجات related to me. واحنا بالطبيعة باش نعملو live stream نرياكتيو لكل شيء اللي بعثتوه انتو، من بعد كنختارو البطارية بتاعي تحت ما نعرفش حتى فين قصدو يتفرشاري بخي بوين حاسلو. تبعثوا انتوما الانتريز نتاعكم على الايميل هذايا، تبعثوا في الايميل اللي يسبامي ديريكت باش يخرج من الكومبيتيشن، يسبامي في الايميل يبعث معناتها الخدمه نتاعو اكثر من مره باش يخرج من الكومبيتيشن، ابعثوا مره بركه ديجا باش يرياكتيو ليهم الكل. حاسين كومبيتيشن ما عندهاش وقت محدد باش توفى حتى لتوا، دونك تتلقاو على البوش فيسبوك ولا على بروفيلي ولا الزوز ونقول لكم راهي الكومبيتيشن توفى الجمعه هذي، لذا ازربوا لذا خذوا راحتكم، معناتها تنجم حتى تقعد شهر شهرين انا ما نعرفش، تعرفوني زاد بخلي عادي نقعد لكم 6 شهور فهمتوا ليه؟ عمليا ما تصورش. anyway هاكا الايميل ابعثوا على الايميل وكا واش بيني وحلت انا كي حاسيلو هاكا كل سنه. لاخر الفيديو ما قبلش نقول لكم كي لايك شير سبسكرايب جود لاك ام بيس.